استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وذلك صباح اليوم بقصر القضيبية. وخلال اللقاء جرى استعراض تطورات الأوضاع ومستجداتها الاقتصادية، حيث أكد سموهما في هذا الجانب استمرار الحكومة في دراسة كافة الخيارات والإمكانات المتاحة بالشكل الذي لا يجعل التحديات الاقتصادية عائقا أمام الاندفاع نحو مزيد من التنمية والتطوير. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن الظروف الاقتصادية العابرة فرضت تحديات وواقعا تعمل الحكومة على التعامل معه وفق رؤية تستهدف الاستفادة القصوى من المقومات الاقتصادية القوية لمواصلة النهوض الشامل بمختلف ميادين التنمية وتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والنشاط الاستثماري.